أمريكا تذهب إلى صناديق الاقتراع وتأخذ العالم معها. ماذا لو كان الأوروبيون مثلا يصوتون في الانتخابات الأمريكية؟ كشفت دراسة استقصائية ألمانية أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتخابات في أوروبا فلن تكون لديه أي فرصة تقريبا للفوز، وسيحصل على 17% فقط من الأصوات وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. أما منافسه جو بايدن فسيحصل على نحو 45% من الأصوات وفقا للدراسات الافتراضية التي أضافت أن 38% من مواطني الاتحاد الأوروبي لن يصوتوا لأي من المرشحين بين كل دول الاتحاد. الدراسة أظهرت أن ترامب يتقدم في بولندا فقط، لكن الوضع ليس مشابها في أماكن أخرى. بحسب بي بي سي، شعبية ترامب كانت تبلغ 77% في الفلبين مطلع العام. دولتان أخريان يجب أو يحب شعباهما ترامب أيضا الهند، حيث نسبة التأييد 56%، وإسرائيل 71%. لكن في الداخل الأمريكي دائما القصة مختلفة. لعل الثالث من نوفمبر يبين تفاصيلها أكثر.